بالكتاب المقدس بالعهد الجديد إنجيل متى بخبرنا عن زمان صلب المسيح اللي هو يوم الجمعة بين الساعة 12 والساعة 3. معكم خبر ليه الإنجيل عم يذكر هيدا الوقت بالتحديد؟ لأنه بحسب التقليد العبري القديم كانوا الناس خلال أسبوع الفصح ممتد من التنين للجمعة يقدموا ذبائحهم للهيكل، وكانوا الكهنة يجمعوا كل الذبائح ليقدموها نهار الجمعة بين الساعة 12 والساعة 3. بهالطريقة بيكون الإنجيل عم بيقلنا إنه يسوع هو حمل الله حامل خطايا العالم. لكل أسئلتكم بتحبوا نكون عم نطرحها بحلقات لاحقة، فيكن تبعتولنا إياها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبهالطريقة بيبقى الخبر معكن.